دكتور اذا بالضبط معك الشير اللي تقدر تعطيني اياه الكو هوست انا برفع من عندي. واضح معكم السلايدات بفتح فيهم أنا. هسه خلص بين دكتور هلا بين خلص هسه بين تمام يا جماعة. أوكي طبعا هذا الملف رقم 5 و6 و7 و8، نحكي عن 4 لابات في هذا البرزنتيشن كله. أوكي طبعا هو مين اللي بيحكينا عن الأبدومينال وول، مصز بتعمل الأبدومينال وول، بيحكي الانجوينال كنال، بحكيني عن الأورجانز اللي هم الجي اي تي. شو يعني الجي اي تي؟ يعني اللي بيعملوني الجاسترو انتستينال تراكت. نحكي عن الإزوفيجس، نحكي عن الاستومك المعدة، وبعديها السمول انتستينز اللارج انتستينز، وفاينل اللي هم اللي طبعا الريكتم اللي هو بيكون نهاية اللارج انتستينز. والمحاضرة القادمة رح نحكي عن الاكسسوري دايجستيف أورجانز مثل الليفر والبانكرياس والسبلين. أوكي تمام دكتور. تمام خلينا نبدأ. لما كنا نحكي عن البريتونيوم وهو توبك رح نرجع له، بنحكي عن انه الابريتونيوم او البريتونيال كافيتي او هاي الكافيتي اللي داخل الابدومينال وول بدخل مجموعة اورجانز كتيرة. وحكينا في عندي اورجانز بتدخل بعض البريتونيوم عميقا، فيه بتدخل فيه من ورا، شايفين كيف دخل هذا الاورجان عميقا بالبريتونيوم، دخل في ديب وصار صار التف كله بالبريتونيوم. فهيك اورجانز بتكون داخل ديب بالبريتونيال كافيتي بنسميهم انترا بريتونيال اورجانز. اغلب الاورجانز بتكون عندي انترا بريتونيال اورجانز، بتكون ملفوفه كليا بالبريتونيوم، وبيكون في الها ميزنتري مثل الوصله او مثل الكونكشن. اوكي بيكون بين الاورجان وبين او بين الباريت البريتونيوم. تمام. وفي عندي اورجز ما بتدخل كليا، ما بتدخل ديب، بتضلها لورا شوي مثل الكيدنز، بتضلها ورا البريتونيوم. اوكي بيكون البوستيرير وول لهي الاورجز مش مغطى بالبريتونيوم، بس البريتونيوم بيجي بغطيها من الامام وبيمشي عنها. هاي الاورجز بنسميها ريترو بريتونيال اورجز مثل الكيدنز والبنكرياس. الكيدنز والبنكرياس عشان انا اشوفهم لازم انا اشيل كل الاورجنز واشيل البريتونيوم كله واطلع على البوستيرير ابدومينال وول، بيكونوا جالسين على المسلز مباشره. كيف هلا رح نشوف. طبعا الابدومينال كافيتي زي ما انتم شايفين لازم يكون احنا عارفين بالسيرفيس انالي. اوكي بدنا نعرف الريجنز للابدومينال وول. في عندي اكثر من نظام نستخدمهم بالسيرفيس اناتومي، ممكن نستخدم الفور ريجنز او الناين ريجنز. خلينا ندور على صورهم نشرحهم حتى احنا نفهم كيف بترتبوا الاورجنز داخل الابدومينال كافيتي. طبعا لما انا بحكي عن الفور ريجنز بدي يكون في عندي 4 ارباع، بدي اقسم الابدومينال وول ل4 ارباع من خلال تو لاينز، واحد بده يكون خط عمودي وخط افقي. الخط العمودي اللي بده يقسم لي الابدومينال سيرفيس من النص هو بده يكون نازل من نص الاسترنم، يعني الميديان بلين اللي بقسم الجسم لرايت وليفت سايد. والخط الافقي بده يكون بنسميه ترانس امبليكال. تمام بمر من الامبليكس اللي هي السرده، ترانس امبليكال. اوكي هلا هدول التو لاينز اللي انتم شايفينهم بقسموا لي الابدومينال وول لفور كوادرانس. اوكي فور كوادرانس، فممكن نحكي انه رايت ابر كوادرانس بيحتوي مينلي على بارت اوكي من الليفر، على بارت من الاسندنج كولون والترانسفيرس كولون. ممكن انا اسالكم الرايت ابر كوادرنت على شو بيحتوي؟ بيحتوي مينلي على الاستومك وعلى سبلين، بيكون جنب الاستومك على الليفت سايد، بيحتوي على الليفت سايد من جزء الكبد، من الترانسفيرس كولون. ايه الكبد الليفر. اه ايش الليفر الليفر هو. تمام ممكن نحكي الليفت لور كوادرنت يعني اللي هو تحت مستوى الامبليكس، تحت مستوى السرة. وللشمال ممكن احنا نشوف في عندي هون اورجان بنسميه سيجمويد كولون. مثلا السيجمويد كولون هو جزء من اللارج انتستين، تحديدا بيكون على الليفت سايد بالليفت اليك فوسا. تمام شو هي الليفت اليك فوسا؟ لما احكي انا عن البلفس اوكي
حكينا انه في عندي داخل الاليوم هذا البارت بنسميه اليوم، اوكي، وهاي الكافيتي الصغيره اللي انتم شايفينها بنسميها اليك فوسا، تمام؟ وبدي اياكم تركزوا معي، في عندي هذا الخط الاحمر هون بنسميه بلفيك انلت، شايفين هاي الدائره اللي بالاحمر؟ هذا الانلت او هذا المدخل بفصل بين الابدومينال كافيتي اللي بتكون اعلى منه والبلفيك كافيتي اللي بتكون منه وجوه، تمام؟ فالمسافة هاي اللي أعلى من البلفيك انلت بنسميها فورس بلفس. فورس بلفس ليه؟ لأنه هي جزء داخل البلفيك بون ولكنها بتحتوي على أبدومينال أورجان بشكل دقيق أكبر أكثر. الرايت بلف رايت إليك فوسة هون على يمينك، على يمين الحوض بيكون في عندك أورجان اسمه سيكم، تمام؟ والسيكم هو أول جزء باللارج انتستنز بالأمعاء الغليظة. وعندك على الليفت إليك فوسة بيكون في عندك السيجمويد كولون، هو جزء من ما قبل الأخير من اللارج كولون. انتستنز، فبيكون في عندي مني. تفضل. لا دكتور، عم بشارك معك بس ما بعرف أوكي صحيح، اذا بدك مثلا دكتور ما تمام. شفتك عادي. هلا انا بدي اعطيكم هينز، تمام؟ هينز كيف تترتب هاي الاورجنز. طبعا انتم لسه ما بتعرفوا شفتوا سيكم او سيجمويد كولون. هل حاليا رح نبدا نحكي عن كل اورجن حاله، وبعديها احنا رح نمسك السيرفس اناتومي ونصير نحاول نميز كل ريجن ايش الاورجنز اللي بتكون موجوده فيه. فخلونا نمشي على المهم. طبعا هاي السلايدات فيها كثير توبكس، ومنها شرحنا عن اللايرز تبعت الابدومين، اوكي شرحنا عنها يا جماعه، اللي مش فاهمها موجوده بالريكورد اللي عندكم على الزوم على المودل. شرحنا عن الابدومينال وول، اكسترنال اوبليك والانترنال اوبليك، والترانسفيرسس ابدومينس، هدول بيعملوا لي اللاترال ابدومينال وول، صح؟ وحكينا عن الريكتس ابدومينس مسل وعن عضله البيراميدالس، هدول انتيريور ابدومينال وول. وحكينا كمان عن الريكتس شيث، صح ولا لا؟ حكينا عن الريكتس شيث، حكينا ولا لا؟ عرفت بلا الشيء حكي دكتور، حكينا هاي عنها ايه؟ تبعون العضلات دكتور اللي بيلعبوا عضلات من بين عندهم موجود بوسط البطن صحيح، خليهم هاي مرتبين. ريكتس ابدومينس. هلا ريكتس شيث هو زي ما انتم شايفين انه في عندي عضله هون بالنص اسمها ريكتس ابدومينس، وجاي عندك الابونيروسيز هذا اللي بالابيض للثلاث عضلات اللي على اللاترال الابدومينال وول بيجي بتقطع اللينيا قلبها، وبالتالي لما هم بدهم يولوا على اللينيا قلبها بدهم يغلفوا لي عضله الريكتس ابدومينس بطريقهم. كيف هدول الثلاثه ابونيروسيز بغلفوا لي عضله الريكتس ابدومينس؟ حكينا انه في عندي، تمام، في عندي ريجن بنسميه اركويت لاين، بنسميه اركويت لاين، خلينا نشوفه. هلا الاركويت لاين بالضبط بيكون تحت الامبليكس، تمام، بيكون تحت الامبليكس، يعني بمنتصف المسافة، بمنتصف المسافة بين البيوبك سيمفيسيس وبين الأمبليكس في عندي بيكون أركويت لاين. هلا إيش هو هذا الأركويت لاين؟ الأركويت لاين ما قبله يختلف عن ما بعده، يعني هاي ريكت الشيث ما قبل الأركويت لاين تختلف عن ما بعد الأركويت لاين. كيف يعني؟ يعني ثلاث أرباع ريكتس أبدومينس مسل، أوكي، عند هاي النقطة هون بتكون الأبونيروسي جايين يغلفوا لي هاي العضلة بمبدأ واحد ونص أمام العضلة، أبونيروسي ونص أمام العضلة، وأبونيروسي ونص وراها. كيف يعني؟ هلا بنشوف، تمام؟ لما أنا بطلع على عضلة الريكسس أبدومينس هذا كروس سيكشن، تمام، ترانسفير سيكشن، وبطلع على اللينيا قلبة وهون عندي الثلاث عضلات الاكسترنال اوبليك الانترنال اوبليك الترانسفيرسس ابدومينس بدهم يجوا يعملوا لي يرتبطوا على اللينيا قلبة، بتحولوا الابونيروسيز يرتبطوا على النيني قلبه زي ما انتم شايفين بهاي الصوره هون، اوكي، بهاي الصوره الابونيروسيز جايين يرتبطوا على النيني قلبه. هلا ما اعلى من الاركويت لاين واعلى يعني ثلاث ارباع العضله من الاعلى بيكون عندي الابونيروسيز للاكسترنال اوبليك ونص الابونيروسيز للانترنال اوبليك بغطوا العضله من الامام، النص الثاني للانترنال اوبليك وعضله والابونيروسيس عضله الترانسفيرسس ابدومينس بغطوا العضله من ورا. يعني احنا بنحكي عن ثلاث عضلات كل واحده فيها لهم ابونيروسيس، واحد ونص منهم بغطوا العضله من الامام وواحد ونص بغطوها من ورا. اي ابونيروسيس اللي بينقسم اللي هو الابونيروسيس للانترنال اوبليك مصل،
هلا تحت الاركوت لاين اللي بصير هون تحت مستوى الاركوت لاين، انه الابونيروسيز للثلاث عضلات بصيروا امام الريكتس ابدومينس، ما في عندي واحد ونص وراها واحد ونص امامها، بصيروا الثلاثه ابونيروسيز امام العضله زي ما انتم شايفين بالكروس سكشن هون، الثلاثه ابونيروسيز بصيروا امام العضله، فبصفي تحت مستوى الاركوت لاين في عندي ورا هاي العضله بس فاشيه. كيف يعني؟ يعني انا بطلع هون على عضله الريكتس ابدومينس، لو انا فتحت باي موقع اعلى من مستوى الاركوت لاين اللي هو ثلاث ارباع العضله، يعني هون بين الامبليكس وبين البيوبك سيمفيسيس بهذا الموقع، لو فتحت باي مكان اعلى منه بشوف في عندي ابونيروسز واحد ونص، اوكي يعني ممكن نحكي تو شيث، اوكي طبقتين من الابونيروسيز، بعديها العضله، بعديها طبقتين ابونيروسيز، بعديها في عندي فاشيه. لو انا فتحت بمكان تحت الاركوت لاين بشوف عندي ثلاث طبقات من الابونيروسيز وراهم عضله الريكتس ابدومينس، وراهم في عندي فاشيه، يعني ما في عندي ورا العضله ابونيروسيز، وهذا الشيء بيساعدنا انه الاركوت لاين هو مكان ندخل فيه على الابدومينال كافيتي خلال السيرجري، تمام؟ ندخل فيه بنستخدمه خلال الجراحه كمدخل للابدومينال وول، لانه بيكون في عندي فرق هون بين الابونيروسيز، فانا بفتح بمكان قريب عن ليني قلبه، اوكي؟ وبدخل من تحت الاركوت لاين عشان ما اعمل انجري لكل الابونيروسيز اللي بتكون وراها، تمام؟ او امامها. فبكون في عندي مكان بفتح عندي هون ابونيروسيز وبدخل منه من خلال الاين للابدومينال كافيتي. مثل هاي الصورة بتوضح لنا الاركوت لاين بهذا المكان، حكينا اعلى من مستوى الاركوت لاين في عندي ورا العضلة الريكتس ابدومينس في عندي بوستيرير وول من الريكتس شيث، طبعا التغليف هاي بنسميه الريكتس شيث، تمام؟ تغليف الابونيروسيز للعضلة بنسميها الريكتس شيث، ففي لها انتيرير وول لهاي الريكتس شيث بتكون من واحد ونص ابونيروسيز، وفي لها بوستيرير وول من واحد ونص. تحت مستوى الاركوت لاين بنشوف انه الثلاثة ابونيروسيز بصيروا امام العضلة، وتحت العضلة بس في عندي ترانسفيرساليس فاشيا. شو هي ترانسفيرساليس فاشيا؟ ان هي الفاشيا تبعت الترانسفيرسس ابدومينس مصل. بتمنى تكونوا فاهمين علي، تمام؟ دكتورة فاهم عليك، بس ليش يعني ايش التركيب التشريحي لهي القصة؟ يعني ايش الفائدة انه يجي نزلت عضلات من تحت فوق الريكتس ابدومينس؟ الفائدة هو طبعا احنا هيك خلقنا، تمام؟ يعني ما في سبب بالامبريولوجي يحكي لنا انه ليش الاركويت لاين صار الابونيروسيز امام العضلة، بس هم ممكن نحكي انه احنا كان لها فائدة كبيرة من ناحية سيرجري، تمام؟ من ناحية جراحية انه هي كانت الكومبليكيشنز اللي تصير اقل، من انه دائما بتلاحظ انه العمليات للابدومينال كافيتي غالبا بتصير تحت الاركويت لاين، تمام؟ تحت الاركويت لاين لانه بتكون الهارمينج او ممكن اللايرز اللي احنا بنعملها سوتشرينج بتكون اقل، فاحنا بندخل عندنا فعليا من فعليا كيف بتصير السيرجري، بندخل من الواحد ونص ابونيروسيز وبننزل، اوكي بننزل تحت البوستيريور اركوت لاين، ننزل تحت الاركوت لاين وبندخل، تمام؟ فكانه احنا بدل ما نقطع لايرز نفتح لاير ونص من هون اللي هو الانتيريور شيث وبننزل بننزل لتحت الاركوت لاين بندخل، كنا بندخل بين اللايرز، تمام؟ ندخل بين الطبقات. هاي المنطقة اللي بيولدوا منها في حالة إنه شو اسمه ما مثل عملية صح، في عندنا سيزيريان بصير بهاي المنطقة، وفي عندي كمان لما بنوصل للانتستنز يكون عندي سيرجري بالانترا ابدومينال اورجنز بندخلها من هاي المنطقة اللي هي بالضبط تحت الامبليكس، تمام؟ بالضبط تحت الامبليكس، احنا بندخل من تحت الامبليكس من الواحد ونص بنفتحها، وبعدها بننزل تحت الاركوت لاين بندخل، اوكي عشان ما نضل نعمل كت دكتورة، هي للابنيروسيز. تفضل. الابنروس دكتور هو لما نقطعه برجع فلتئم اخرى مرة زي العضلات؟ بصعوبة، هو بصعوبة بنعمل سوتشرينج، بنعمل خياطة وممكن انه يلتئم، تمام؟ بس بدي احكي لك انه لما احنا بنفتح الابدومينال اورجنز بنفتح لايرز كثير بالابدومين،
بيكون الهيلينج إلها أطول وأصعب. هلا أنتوا تخيلوا معي، إحنا بنحكي عن ريكت الشيث، حكينا أعلى من مستوى الأركوت لاين في عندي هون أبونيروسيس 1.5، وتحت الأركوت لاين في عندي 3، صح؟ هاي الأنتيريور إيش أنتيريور وول للشيث. فأنا بدل ما أفصل من هون 3 أبونيروسيس بفصل عندي هون 1.5 وبدخل وبنزل لتحت تحت الأركوت لاين وبدخل، تمام؟ يعني ممكن بالواقع لما نشوف السيرجل كيف بدخل السيرجل نا من خلال الأركوت لاين رح يساعدكم أكثر لتفهموها، أو أنا بحاول أجيب لكم فيديو تمام فرجيكم إياه بالمختبر، رح أنزلكم إياه أو أدور عليه، يكون كيف يصير السيرجل من خلال الأركوت لاين، كيف يستغلوا السيرجنز حتى يدخلوا على الأبدومينال كافيتي، تمام؟ رح توصل لهي المرحلة رح تشوفوها، بس خلينا مبدئيا نفهم إنه الأبدوم إنه ريكتس شيث، أوكي، هي كيف بتلتف الأبونيروسيز حول عضلة الريكتس أبدومينس. حكينا ما أعلى الأركوت لاين بيكون في عندي أبونيروسيز النص أمامها وأبونيروسيز النص وراها، فأنا بدل ما أفصل الثلاثة أبونيروسيز بفتح الواحد ونص اللي بيكونوا أنتيريور للعضلة وبنزل لتحت، أوكي، على تحت مستوى الأركوت لاين، بشوف إنه ورا العضلة في عندي فاشية، فبدل ما أفصل الواحد ونص اللي وراها لتحت بدخل للمنطقة اللي تحتها فيها فاشية ما فيها أبونيروسيز. أوكي، هو بصراحة موضوع الأبونيروسيز موضوع البيريتونيوم شوي صعب أوصلكم إياه من خلال الزوم لأنه مش واضح بالصور، تمام؟ مش واضح بالصور، بدي خليكم بالمختبر تتخيلوا كيف إحنا بننزل، تمام؟ يعني بنفتح هون وبننزل بندخل بين اللايرز بين الطبقات بننزل تحت مستوى الأركوت لاين بندخل، تمام؟ خليني أحاول أجيب لكم فيديو العملية من خلال الأركوت لاين، تمام؟ حكينا هون عن السكاربرز فاشيا والكامبرز فاشيا، حكينا بهاي النقطة إيش؟ إنه أنا في عندي سوبرفيشال فاشيا، هاي الفاشيا بتكون تحت السكن مباشرة وبتكون عبارة عن تو لايرز، لاير بتكون فاتي ولاير بتكون ميمبرينس، تمام؟ الفاتي لاير ما بتكمل معي لتحت الانجوينال ريجن، طبعا هاي المنطقة بنسميها انجوينال ريجن. احنا هلا بنحكي عن الفاشيا اللي بالابدومن، الفاشيا اللي بالابدومن هاي بدها تكمل معي لتحت، بس مين فيهم اللي بيكمل؟ مش الفاتي لاير، الميمبرينس لاير اللي تحت الفاتي لاير هي اللي بدها تكمل معي لعند الانجوينال ريجن. طبعا بالميل في عندي اكسترنال جينيتال اورجنز وبالفيميل في عندي اللابيا، تمام؟ كمان external genital organs، فالفاشيا لهاي الأورجانز بيجيهم من الفاشيا تبعت الأبدومن، يعني الفاشيا للأبدومن اللي اسمها سكاربز فاشيا اللي اسمها الميمبرينس لاير للسكاربز فاشيا بتنزل، تمام؟ تنزل على منطقة البنس بتعمل ديب فاشيا للبنس بنسميها بيناين فاشيا، اوكي، بيناين فاشيا، وبتعمل ديب فاشيا للسكروتم بنسميها دارتوس فاشيا، ولا الفيميل تعمل لابيا الفاشيا باللابيا، بعديها هاي الفاشيا بتكمل بتروح على الديب فاشيا تبعت الثاي تبعت الفخذ، تمام؟ تندمج مع الديب فاشيا للفخذ. طبعا هاي لازم نحكي عنها النقطة انه الديب فاشيا اللي بتغطي لي او بتعمل لي لايننج للجينيتال اورجن سواء بالميل او بالفيميل بتكون جاية من الابدومينال ديب فاشيا، بتكون كونتينيوس نازلة وبتكمل معاي على الديب فاشيا للثاي اللي اسمها فاشيا لاتا، تمام؟ هاد توبيك لازم احنا نحكي عنه وننوه له. خلينا نشوف لما حكينا عن الانجل كان هون انا بطلع على الانجل ليجمنت اللي عارفين طالع من الانتيريور سوبيريور انيكس باي شايفينه بهاي الصوره ونازل على البيوبيك سيمفيسيس، تمام؟ هذا الليجمنت جاي او بتكون من الابونيروسيس للاكسترنال اوبليك مسل، يعني عضله الاكسترنال اوبليك مسل اللي انتم شايفينها هون الابونيروسيس تبعها بيجي بلف وبكون بلف على حاله بكون الانجوينال ليجمنت، وزي ما انتم شايفين في كنال تحت الانجوينال ليجمنت وفي كنال من اعلى الانجوينال ليجمنت بتكون صغيره. هلا الكنال الكبيره اللي تحت الانجوينال ليجمنت اسمها فيمورال كنال،
فيمورال بمر فيها فيمورال ارتري وفيمورال فين وفيمورال نيرف، هدول الثلاثة بيكونوا نازلين يغذوا الثاي، تمام؟ بينما هاي الانجوينال كانال بمر فيها بالميل السبرماتيك كورد، وبالفيميل بمر فيها راوند ليجامنت لليوترس. كيف يعني؟ حكينا عن رحلة المايجريشن لمين؟ لا المايجريشن للتستس، تمام؟ الخصيتين بالميل بيكونوا انترا ابدومينال، بيكونوا داخل الابدومين، تمام؟ التستس بالميل بيكونوا انترا ابدومينال. هلا لازم يعملوا مايجريشن، يعني يطلعوا من الابدومينال كافيتي لبرا عشان يكونوا يروح بحرارة السكورت. منخفضة. تفضل. يروح السكورتم دكتور قصدي. بالضبط، بدهم يروحوا يطلعوا برا الابدومينال كافيتي عشان يكون درجة حرارتهم ابرد، تمام؟ لانه ما بيعيشوا او ما بيتم انتاج السبيرمز بدرجة حرارة 37، لازم تكون درجة حرارتهم مثل حرارة الغرفة، او يعني واحد بين 21 و24. فبتطلع بتعمل مايجريشن هاي التستس، وبتسحب معاها السبيرماتيك كورد، شايفين اللي وراها هذا السبيرماتيك كورد، فبتخترق، اوكي، او ما بتخترق، بتاخذ لايرز، بتاخذ طبقات معها من طبقات الابدومينال وول، بتطلع برا، تمام؟ بتعمل لي التستس، والتستس بيكون هذا موجودين داخل السكروتم، داخل السكروتم، تمام؟ طبعا التستس لما بتطلع بتاخد معاها السبيرماتيك كورد. شو بيكون جوا السبيرماتيك كورد؟ في عندي تستيكيولار ارتري وتستيكيولار فين، دكتس ديفرنس، والتيوب اللي انتم شايفينه ماسك تستس هون اسمه دكتس ديفرنس، اسمه دكتس ديفرنس، بكل بنزل معاه نازل دكتس ديفرنس هون، وبنزل بنفس الكنال تستيكيولار ارتري وتستيكيولار فين بغذون التستس. لاحظوا كيف اخذت لايرز معاها من الديب فاشن الخضراء اللي اسمها اوكي، اللي باللون الاخضر، اللي باللون الاخضر اللي اسمها ترانسفيرسالس فاشيا، بتاخذ منها لاير، بتاخذ لاير من المسلز، مثلا بتاخذ لاير من عضله الانترنال اوبليك مسل بتغلفها، وبتاخذ ابونيروسز، ابونيروسز من عضله الاكسترنال اوبليك مسل، تمام؟ خلينا نشوف هون الانجوينال كانال. طبعا هذا الطبق انا شرحته بس راح اعيده عشان يكون احنا شوي ماشيين مع بعض. الانجوينال كانال زي ما حكينا بيكون اعلى من مستوى الانجوينال ليجامنت، وبتكون في إلها مدخل، يعني مكان دخلت طلعت منه هاي السبرماتيك كورد، ومكان خرجت منه. المكان اللي دخلت منه اسمه ديب انجوينال رينج، والمكان اللي خرجت منه اسمه سوبرفيشال انجوينال رينج، بيكون مش على نفس المستوى. يعني الديب رينج بيكون بمنتصف الانجوينال ليجامنت، والسوبرفيشال رينج بيكون ميديال شوي للديب رينج، تمام؟ فبيكون زي القناع، زي القناع عاملين في إلها تو، في إلها انلت واوتلت. هلا الانلت لإلها لاحظوا هون معي الانلت، اوكي، يعني مكان ما خرجت هاي الدكتس ديفرنس والارتري والفين مشي ورا التستس، خرجوا من الترانسفيرسالس فاشيا، فكان الديب انجوينال رينج موجود ب الترانسفيرسالس فاشيا، ولما طلعت اخذت لايرز من المسلز، تمام؟ مثل ايش مسلز؟ مثل الانترنال اوبليك مسل. الانترنال اوبليك مسل عملت لي عضله، هاي العضله خلينا نشوف صورتها، بتلف حوالين السبرماتيك كورد، يعني هاي العضلة اللي بالأخضر اسمها كريماستر مصل، هاي امتداد جاية من الانترنال اوبليك مصل. يعني لما طلع عند السبرماتيك كورد أخذ معاه طبقة من الانترنال اوبليك مصل، سميناها الكريماستر مصل، بيكون شكلها مثل الشبكة، وظيفتها إنها بتعمل كونتراكشن بتقرب التستس للجسم، وريلاكسيشن بتبعد التستس للجسم حتى يضل بحرارة ثابتة، أوكي؟ من الانترنال اوبليك مصل اخذت معاها كري ماستر مصل، ومن الاكسترنال اوبليك ابونيروسز لاحظوا معي اخذت معاي لاير من الاكسترنال اوبليك ابونيروسز، غلف السبرماتيك كورد من برا، هاي بنسميها الانجوينال كانال. وزي ما حكينا بالميل بيكون في عندي هون الابونيروسز للاكسترنال اوبليك مصل، وهون في عندي الديب فاشا ترانسفيرسالس فاشا والتستيكولار ارتروفين لافين، هيكم شايفينهم هون، وفي عندي هذا التيوب، التيوب اللي انا بمشي معاه اسمه دكتس ديفرنس، هذا بيحمل السبيرمز، بياخذهم من التستس وبيبعثهم
على البروستات حتى يتم تصنيع السمن، تمام؟ اللي هو السائل المنوي. طبعا هاي التستس بتكون داخل السكروتم، يعني هذا اللي انتم شايفينه بالابيض مش هو السكروتم، لا، التستس هذا كله بيكون داخل السكروتم، يعني في عندي كمان لاير اسمها السكروتم. هذا المطلوب منكم تعرفوه، تعرفون الانجوينال كانال، الديب رينج والسوبرفيشال رينج، وايش بمر فيها؟ بمر فيها السيكلر ارترو فين والدكتس ديفرنس. طبعا هاي الانجوينال كانال هي كومن بليس، حتى يصير في عندي حالة اسمها هيرنيا، يعني هي الفتق، اوكي، او الفتاك. الهيرنيا بصير انه الناس اللي بيكون عندهم ويك ابدومينال ماسلز بيكونوا يشتغلوا اشغال شاقة، بصير في عندهم انترا ابدومينال بريشر، بصير في ضغط على الابدومينال وول، تمام؟ فالابدومينال وول بدور على الويكنس، وين في عندي مكان ويك بالابدومينال وول، بطلع منه، بتطلع منه اورجنز، بتطلع منه انتستنز، يعني بيجي انتستنز بطلع معي من الانجوينال كانال، تمام؟ فالانجوينال كانال زي ما حكينا دكتورة، الصوت راح. دكتورة معنا ولا لا؟ طلعت الدكتورة. ترجع شوي بس. كأنه النت عندها مش منيح. أخذت حضور الدكتورة؟ لا لسه. سوري، فصل عند النت وطلعت برا واحدة من الزوم. طبعا هاي الهيرنيا اللي حكينا عنها ممكن تصير بعدة أماكن حوالين الانجوينال ليجمنت، ممكن تصير داخل حوالين الانجوينال كانال، ممكن تصير بالانجوينال كانال، اوكي، ممكن تصير بالفيمورال كانال، ممكن تصير بهاي التكون اللي بنسميها انجوينال تريانجل. الانجوينال تريانجل هي مكان، اوكي، بيكون موجود شوي ميديال شوي ميديال للانجوينال. احنا بهاي الصوره بنطلع على الانجوينال يجي من جوا، بطلع عليهم من جوا الابدومن، تمام؟ من جوا الابدومن بطلع، شايف هون عضله الريكتس ابدومينس مسل، وهون الانجوينال ليجمنت، وهون الفيمورال كانال تحتها طالعين منه فيمورال ارتروفين، وهون عندي، هون عند الفيمورال كانال، هون عند الانجوينال كانال فيها تستيكولار ارتروفين والدكتس ديفرنس، اوكي. هلا هون في عندي منطقه بنسميها انجوينال تريانجل. الانجوينال تريانجل هي مكان محصور بين الانجوينال ليجامنت انفيريرلي، تمام، ميديالي بين عضله الريكتس ديفرنس، ريكتس ابدومينس، الريكتس ابدومينس، وبين وبين الفيزلز اللي هم بنسميهم انفيرير ابيجاستريك فيزلز، تمام. هذول البرانشز بيكونوا جايين اسمه انفيرير ابيجاستريك، جايين من الاكسترنال انيك ارتري وفين. خلينا نعمل سكيب للمسميات. في عندي منطقه اسمها انجوينال تريانجل، بدنا نعمل سكيب لانه احنا لسه ما عرفنا شو هو الاكسترنال الياك، فخلينا ناخذ شويه. الانجوينال تريانجل هو مكان بيكون موجود بين الريكتس ابدومينس بتكون ميديالي، وبين الانجوينال ليجامنت بيكون انفيريرلي، وبيكون بحدها اللي هي الانجوينال كانال او الانفيريور ابيجاستريك ارتري اوفين. هاي المنطقه ممكن يصير فيها هيرنيا. إذا صارت الهيرنيا عندي بالانجوينال تريانجل بتكون نوعها دايركت، وإذا كانت بالانجوينال كانال بتكون اندايركت، تمام؟ كيف يعني؟
يعني فعلا انا ممكن اشوف انه في عندي انتستنز داخله بالسبرماتيك كورد طالعه مع الدكتس ديفرنس والارترز، هاي بتكون انتستنز عامله هيرنيا. تمام اوكي، خلينا نعمل سكيب لهاي النقطه. انوي هي الانجوينال تريانجل له اسم ثاني للعالم او الاناتومست او الطبيب اللي اكتشفه، اسمه هازل باخت تريانجل. تمام، الهازل باخت تريانجل هو نفسه الانجوينال تريانجل، ممكن يصير فيه هيرنيا. فما طبعا هي مش مطلوبه، هي من السلايدات اللي راح تنشال، لانه الكلينيكال كلينيكال كيسز مش راح اطلبها منكم بالمختبر. اوكي هلا خلينا نبدا نعمل سكيب سلايدات. البلد سبلاي هاي السلايد راح اشيلها، اللي هي بتحكي عن اللامبر بليكسس. شو هو اللامبر بليكسس؟ هو مجموعة النيرفز بتكون طالعة من L1 لL4. من وين يعني من L1 لL4؟ يعني النيرفز سباينال نيرفز عددهم 4 طالعين من بين الفقرات اللامبر، بيعملوا لي بليكسس. بليكسس يعني تشابك، تمام، تشابك عصبي، تفرع، تشابك عصبي، حتى يعطوني نيرفز بتكون جاية أو حاملة مجموعة فايبرز من أكثر من نيرف جاي منه. هلا هدول الفور نيرفز اللمبر بيعطوني تيرمينال نيرفز. من هدول النيرفز ثلاثة ممكن أحكي عنهم، واحد اسمه إليو هايبوغاستريك، واحد اسمه إليو إنجوينال، واحد اسمه جينيتو فيمورال. هدول بيعملوا لي إنرفيشن للأبدومينال ماسلز. إنرفيشن أول ثلاثة بيعملوا لي إنرفيشن للأبدومينال ماسلز، وبيطلع عندي نيرف اسمه فيمورال كوتينيوس نيرف. لاترال فيمورال كوتينيوس نيرف بياخذ سنسيشن من الثاي، وفي عندي الفيمورال نيرف اللي بيعمل انرفيشن لعضلات الثاي، الثاي يعني الفخذ، وفي عندي الاوبتريتر نيرف بيعمل انرفيشن لعضلات الميديال كومبارتمنت من الثاي. تمام، هدول النمبر بليكسس بيطلع لي 6 نيرف، 6 3 منهم بيعملوا لي انرفيشن، اول 3 من البول واخر 3 بينزلوا على اللور ليمب يعملوا انرفيشن او سنسيشن بالثاي. هذا النيرف اللي اسمه سب كوستال هو الانتركوستال نيرف. الانتركوستال نيرف لا مين؟ لا ريب نمبر 12، يعني بيكون نازل من تحت ريب نمبر 12. مش كل ريب في تحته نيرف بمر معاه اسمه انتركوستال نيرف. هلا الانتركوستال نيرف لريب رقم 12 اسمه سب كوستال، اسمه سب كوستال مش من اللمبر بليكسس. إن شاء الله رح تاخده بشكل متوسع أكبر بالنظري، فأنا ما بدي ندخله معانا بالعملي. أوكي، من التوبكس اللي ما رح تدخل معانا بالعملي هاي النيرفز. بس دكتور يعني هو بس بعض صغير إنه كأنه راكب فيه باللمبر. هو السب كوستال. السب كوستال شوف عندي هون هاي الجانجليا، تمام، هي اسمها الجانجليا، بتكون على طول العمود الفقري. تمام، هلا اللمبر بليكسس في عندك هون اول واحد، واحد اثنين ثلاثة أربعة، سميناه لمبر بليكسس لأنهم بيطلعوا من اللمبر، يعني هذا السب كوستال طالع من تحت تي 12، وهدول اللمبر طالعين من تحت L1 L2 L3 L4، أي من L1 لL4، هدول الأربعة بيعملوا بليكسس بيطلعوا لي واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة نيرس، الإليو هايبوغاستريك والإليو إنجوينال والجينيتو فيمورال مسؤولين بيعملوا الانرفيشن لعضلات الابدومين. تمام، والثلاثه اللي ضلوا في عندك هون لاترال فيمورال كوتينيوس، يعني بياخذ سنسيشن من الفيمر من الفيمورال ريجون اللاترال، وفي عندنا الفيمورال، وفي عندنا الاوبتوريتر. هذول الثلاثه اللي نازلين على الثاي يعملوا لي انرفيشن لعضلات الفخذ اللور ليمب. وفي عندك تبع L5، احنا حكينا اللمبر بليكسس من L1 لL4، طيب L5 بطلع لي نيرف اسمه لمبو ساكرال، لمعلوماتكم مش من اللمبر. اللمبو ساكرال هذا بشارك مع الساكرال بليكسس. شو هو الساكرال بليكسس؟ هو بليكسس مثل اللمبر بس بيطلع من الساكروم، اوكي، بيطلع منه نيرف اسمه سياتيك نيرف، وهذا السياتيك نيرف اللي ممكن مر عليكم بسميه نيرف عرق النساء. تمام، عصب عرق النساء، هذا السياتيك نيرف بيطلع من اللمبر بليكسس وبياخد كونتريبيوشن من L5 وبيعمل انفيشن لكل الدورسم للور نيم. ما بدي اصطبق الامور بالسياتيك لانه هو حتاخذوه بالاناتومي للور نيمز. اوكي
بس بس الانرفيشن للابدومينال ماسلز بيكون جاي من اللمبر بلكسس من اول 3 نيرف. السبكوستال طبعا معي كمان بالانرفيشن للابدومينال ماسلز لانه بيكون تحت مستوى T12، تمام، بيكون احنا داخلين بالابدومينال 1، تمام. البلد سبلاي لكل الابدومين رح نخليه باخر توبك، رح ندرس بالابدومين لانه بدنا نحكي بعد ما نعرف احنا كل الاورجنز رح نحكي عن البلد سبلاي لكل هاي الاورجنز، نكون عارفين مسمياتها. فبهاي المرحلة خلونا ندخل على الاورجنز. هاي الصورة بتوضح لي مبدأ الانترا بريتونيال اورجنز اللي حكينا عند الاورجن هون، بدخل كليا داخل البريتونيوم وبسكر البريتونيوم وراه، بعمل لي وصلة. هاي الوصلة بتوصل بين الفيسرا البريتونيوم اللي لف حوالين الأورجان وبين البريت البريتونيوم اللي عامل لي لايننج للأبدومينال وول. فهاي أورجان بهاي الصورة في إله ميزنتري، يعني دبل لاير، طبقتين من البريتونيوم وصلة بنسميها ميزنتري. أي أورجان في إله ميزنتري بنسميه انترا بريتونيال أورجان، بيكون لافه من كل الجهات بريتونيوم. بينما أورجان إجا البريتونيوم غطاه من ناحية أو ناحيتين أو ثلاث نواحي وخلى الناحية البوستيريور منه البوستيريور وول لإله ما في عليه بريتونيوم بنسميه ريترو بريتونيال أورجان، تمام؟ مثال على الميزنتري هي هاي الميزنتري للسمول انتستنس، الميزنتري للستومك زي ما أنتم شايفين في عندي هون وصلة ميزنتري، الميزنتري لللارج انتستنس ترانسفيرس كولون. لاحظوا هون عندي انه الديودينام مثلا، الديودينام والبنكرياس هدول التو اورجانز هما بوستيريور، هما لورا، هما خلف البريتونيال وول، يعني بغطيهم البريتونيوم من ناحية واحدة او بمشي عنهم وما بغطيهم من كل النواحي، ما في انهم ميزنتري. البنكرياس والديودينام بنسميهم ريترو بريتونيال اورجانز، تمام؟ هلا اول اورجان بالجاسترو انتستينال تراك رح نبدا فيه هو، امشوا معي بالسلايدات بنعمل سكيب للبريتونيا، بدنا نحكي عن الايزوفيجس. طبعا الايزوفيجس هو اورجان احنا مر علينا بالثوركس، صح؟ اورجان مر علينا بالثوركس. السلايدات يا جماعه رح اعمل عليهم تعديلات، في سلايدات رح اشيلها وأنا ماشي معاكم بالترتيب، يعني أنتوا امشوا معاي على السلايدات اللي بفتح عليها واكتبوا عليها نوتس، والسلايدات اللي مريت عنها إما رح نشرح المحاضرة الجاية أو مش مطلوبة، تمام؟ لما أنا أطلع بهاي السلايد بشوف عند الإيزوفيجس اللي نازل بالميد لاين وبينزل بخترق الديافرام من خلال الإيزوفيجيال هياتس، تمام؟ اللي هو بكون على مستوى T10، صح؟ T10. وشوي بياخد للليفت. ليش بياخد للليفت؟ لسببين. السبب الأول إنه الإيزوفيجس بيتحول للستومك، والستومك بتكون عاملة روتيشن للليفت، عاملة لافة حالها للليفت، فالديودينام فالإيزوفيجس بيروح مع الستومك اللي رايحة على الليفت. السبب الثاني إنه كل ما إحنا نزلنا على مستوى اللمبر البادي يعني البادي للفقرات اللمبر بصير أكبر، فبيخلي الإيزوفيجس إنه يعمل شوي بندنج، ينحني للليفت سايد. فالإيزوفيجس بيدخل، تمام، في عندي اللونجر بارت من الإيزوفيجس بنسميه ثوراسيك إيزوفيجس، والجزء الأبدومينال زي ما أنتم شايفين بيكون أقصر، تمام. بهاي الصورة اللي بعديها هون عندي الإيزوفيجس بيكون أقصر بالطول من الثوراسيك إيزوفيجس. هلا الإيزوفيجس بتحول فعليا، لانه انا اول ما تكون عندي الجي اي تي او الجاسترو انتستينال تراك كان عباره عن تيوب بنفس الثيكنس بنفس الدايمتر على طوله. اللي صار انه صار في عندي ديفلوبمنت، تطور للابدومينال اورجانز للجي اي تي، وصار في عندي اورجانز كبيره، وفي اورجانز عملت روتيشن، وفي عندي اورجانز عملت فولدينج. فالايزوفيجس فعليا تحول للستومك، تمام، وبالتالي هذا التحول مبني عليه تغير في طبيعة التيشوز لهذا الأورجان، يعني في عندي هون مسلز وتيشوز بالستومك غير عن اللي بالإيزوفيجس. هلا الأبدومينال إيزوفيجس مكان ما دخل على الستومك، هاي المنطقة بنسميها الكارديا، تمام؟ خلوه ببالكم، مدخل الإيزوفيجس عن الستومك اسمه الكارديا. هاي القبة تبعت الستومك اللي بتكون اعلى من مستوى الايزوفيجس بنسميها فندس،
ودائما بالاناتوم كبه معناها فندس، في عندي انا فندس لليوترس بالرحم وفي عندي فندس للستوميك. في عندي هون البادي، اوكي البادي للستوميك. في عندي المنحنى الاكبر بنسميه جريتر كيرفتشر، يعني المنحنى الاكبر. في عندي الليستر كيرفتشر، ليستر كيرفتشر، تمام. هلا نيجي على الدستل للستوميك. زي ما انتم شايفين هون التخثر او التضيق او الانحسار اللي صار بحجم الستوميك بنسميه بايلورس. مكان ما الستوميك صارت اصغر بنسميه بايلورس، تمام. بدي اياكم تشوفوا تمشوا معي هون. في عندي اول تخثر وثاني تخثر. اول تخثر بيفصل بين جزئين من البايلورس. الجزء اللي قبل التخثر بنسميه بايلوريك انتروم، انتروم زي ما انتم شايفين مكتوب هون. والجزء اللي بعد التخثر الاول بنسميه بايلوريك كانال. البايلوريك كانال كانها محصوره بين اول كونستريكشن وثاني كونستريكشن. كونستريكشن يعني تخثر بين الاول والثاني. في عندي بايلوريك كانال، وبعد البايلوريك كانال في عندي الديودينام. والديودينام يا جماعه هو اول بارت في السمول انتستنز، يعني تحولت الاستوميك للسمول انتستنز. الان البايلورس، البايلورس بنقسم لتو بارتس بينهم اول كونستريكشن. في عندي بايلوريك انتروم وفي عندي بايلوريك كانال. ركزوا معي على البايلوريك كانال. من جوا بنسميها بايلوريك كانال، بتمر هون من صمام. هذا الصمام دائري بسكر وبيفتح، اسمه بايلوريك سفنكتر. سفنكتر بالاناتوم يعني صمام، يعني اغلب الاورجنز بالجسم في لهم سفنكتر، صمامات بسكر وبيفتح بشكل دائري. فمن جوا اسمه بايلوريك سفنكتر. والموارد اللي جوا البايلوريك سفنكتر او جوا الصمام بنسميه اوريفيس، بايلوريك اوريفيس. ومن برا هذا التخثر بنسميه بايلوريك كونستريكشن، بايلوريك كونستريكشن. وهون بيبدا عند الاثني عشر او الديودينام. طبعا الفود بتم مزجه، اوكي، وبتم ممكن نحكي انه بتحول لخليط، اوكي خليط متجانس بالستومك. بعدها ببلش يطلع على السمول انتستين حتى يتم امتصاص الفيتامينز منه ويتم هضمه لمواد أولية بشكل أكبر، تمام؟ عند الديودينام هذا دكتور؟ إيه؟ عند الديودينام؟ عند الديودينام بتم امتصاص الفيتامينز، بيطلع عندي هذا الخليط اللي تم تكوينه بالستومك، بيطلع على الديودينام. هلا الديودينام خلينا نشوف شكله. تفضل. دكتور الحمض اللي بالمعدة كيف ما ينزلش مع على الديودينام؟ هلا بنزل، بنزل على بداية الديودينام. بس ايش بصير بالديودينام؟ بنزل الميكس اللي بنزل من السمك بيكون حامضي، تمام؟ بنزل على الديودينام. بالديودينام هلا حفرجيكم صوره، هذا هو شكل الديودينام. هون عندي البايلوريك انتروم، هون عندي البايلوريك كانال زي الطابة هون، وهون عندي الديودينام او الاثني عشر. الديودينام بيكون مفتوح في قنوات بوصل منها افرازات من البنكرياس وافرازات من الليفر. افرازات الليفر اللي هي افرازات العصاره، ايه الجول بلادر، بتعادل البي اتش بالضبط. بيفرز البنكرياس، البنكرياس بيفرز ماده اسمها بايكربونات، وهي البايكربونات بتكون قاعديه، اوكي، تفرز في الجزء الديسندنج بارت هذا النازل من الديودينام، بتعادل حامضيه الميكس اللي قادم من الستومك، تمام. لما بطلع على الديودينام، هو الديودينام هو اول جزء، اول بارت من السمول انتستين. في عندي غيره كمان تو بارتس، يعني السمول انتستينز بتكون من ثلاث اجزاء. الجزء الاصغر والاول اسمه ديودينام، جزئين الثانيين واحد اسمه جيجينام واحد اسمه اليوم. البروكسيمال بيكون جيجينام والديستال بيكون اليوم. هدول التو بارتس بيكون طولهم مع بعض 12 متر، يعني 12 متر، تمام؟ منفصلين عن الديودينام. الديودينام بشكل عام بتم فيه صب افرازات من البنكرياس والجول بلادر اللي هي المراره، تمام؟ طبعا لو انا اطلع على الديودينام، في عندي بارت منه، في عندي سوبيريور بارت، وفي عندي ديسندنج بارت، في عندي انفيريور بارت، في عندي اسندنج بارت، تمام. هلا هم نطلع احسن على الديودينام. الديودينام انتم شايفين
خلفه في عند البنكرياس، اوكي خلف البنكرياس، والديودينام كأنه بلف حوالين البنكرياس. الديودينام السوبيريور بارت منه او البايلورس للاستومك او البايلوريك كانال بيكونوا كلهم على مستوى L1، وفي عندي خط بنستخدمه بالسيرفس الاثما بيمشي من L1 بنسميه ترانس بايلوريك لاين، ترانس بايلوريك لاين بمر من البايلورس بيكون على مستوى L1، والدي والانفيريور بارت منه على مستوى L3. يعني الديودينام ينحصر بين الفقرات L1 و L3، تمام؟ و L3. هلا بعد ما خلصنا احنا الديودينام نيجي على الديستال بارتس، تو بارتس من السمول انتستنز اللي بنسميهم جيجينوم اند اللي بيكونوا بهاي الصوره. طبعا هدول السمول انتستنز زي ما حكينا طولهم 12 متر، بيكونوا كلهم في عليهم ميزنتري. شايفين كيف بيكون شكل الميزنتري؟ جاي عندي لاير من البريتونيوم بتلف الاورجن وبترجع بتعمل كمان لاير، يعني زي الوصله كانها بتثبت الفيسر البريتونيوم اللي حوالين الاورجن مع البريت البريتونيوم، وبيمشي فيه ارتريز وفينز رايحين على نير فايبرز، اوتونوميك نير فايبرز بيكونوا رايحين على الاورجن. يعني الميزنتري زي ما انتم شايفين لو انا فردته بيكون طوله 12 متر، يعني كل واحد ملي من الانتستنس في له ميزنتري زي هيك، تمام؟ بس بيكون كله مكون مع بعض ومعمول له فولدنج حتى يكون يتم احتوائه داخل الابدومينال وول. طبعا الجيجيوم والإليوم اللي هم الامعاء الدقيقه زي ما انتم شايفين احنا بنميزهم من خلال طريقه واحده، لان هم بيشبهوا بعض كثير، من خلال طريقه واحده اللي هو البلاد سبلاي لهم. كيف يعني؟ لو انا طلعت على الجيجيوم بطلع على البلاد سبلاي لهم، في عندي الفيرتيكال بارت او الفيرتيكال كولومز او الجزء الطولي من الارتريز بنسميه فازا ريكتا، بنسميه فازا ريكتا. أقواس هاي اللي أنتم شايفينها بالعرض بنسميها أركيدز، أركيدز. هلا الفرق بين الجيجنم سوبيريور والإنيوم إنفيريور إنه الفازا ريكتا بتكون أطول، بالجيجنم، والأركيدز بتكون أكثر، بالإنيوم، تمام؟ كيف يعني؟ لو أنا طلعت هون على البلاد سبلاي نلاحظ انه هون الفازا ريكتا طويله، هذا بنسميه الفيرست بارت اللي اسمه الجيجنم، بتكون الفازا ريكتا طويله والاركيدز قليله. لما نشوف انه الاركيدز بلشت تكثر هون معناها احنا انتقلنا للإليوم، اوكي انتقلنا للإليوم. وهيك هذا كل شيء مطلوب على السمول انتستنز من ناحيه اناتومي. طبعا انتم من ناحيه فيسيولوجي بتاخذوا كيف بيشتغلوا هذول الانتستنز، ومن ناحية بايوكيمستري كمان بتاخذوا عن الرياكشنز اللي بتصير. بس بالنسبة للاناتومي احنا مفروض نعرف نميز كل بارت على الثاني ونعرف مكانه بالابدومينال كافيتي وين بيكون. فلما حكينا عن اول بارت بالسمول انتستين اسمه الديودينم، السكند والثيرد بارت اسمهم جيجينم اند اليوم. هلا الاليوم بخلص عندي هون، بكمل بخلص عند السمول انتستينز عند الاليوم عشان يبداوا عند اللارج انتستينز. كيف يعني large intestines؟ هون عندي تمام مشيولة من الصورة مرسوم عندي هون الديودينام، وأنا معمول لي كتلة الجيجينام والإنيوم. الإنيوم بخلص عندي هون، بخلص عندي الإنيوم بدخل على هذا البارت من اللارج انتستين اللي بيكون موجود بريت إليك فوسطة طالعة منه الابندكس. هاي الابندكس اسمها الزائد الدودية، هذا البارت اسمه السيكم، أوكي اسمه السيكم. اللي تحت مكان بدخل عند الانيوم، مكان ما بتطلع عند الابندكس اسمه سيكم، تمام؟ السيكم بتحول للاسندنج كولون، الاسندنج كولون. شوف صورة تانية لانهم احسن. هون هون عند السيكم، هون عند الانيوم السمول انتستن صب اللارج انتستن. طبعا اللارج انتستن مسؤولة عن امتصاص الفلويدز، امتصاص السوائل من الكايم، بنسميه الكايم او الخليط اللي مشى معاي بالانيوم وتم امتصاص الفيتامينز منه، واجى على اللارج انتستين تم امتصاص الفلويدز منه سوائل. فاول بارت هون اسمه السيكم، بتكون طالعه من الابندكس، والابندكس هي عباره عن بلانتد يعني تيوب نهايته مسكره، تمام؟ تيوب نهايته مسكره. علميا لحد الان ما في عندنا فائده معروفه للابندكس،
الابندكس لما بيطلع عند الفود ممكن يجي جزء من الطعام على الابندكس وينحشر هون ويصير في فيرمنتيشن يعمل لي انفلاميشن، فبصير في عندي انفلاميشن بالابندكس وانا بعملها استئصال، بستأصلها لانه هي فعليا ما بتاثر على الدايجستيف بروسيس، ما بتاثر على العمليه الهضميه. تمام دكتوره، الفود بيجي من الانيوم على السيكم، والسيكم وين موقعه؟ حكينا بالرايت انيك فوسا، شايفين وين رايت انيك فوسا؟ هون عندي الاسندنج كولون، الاسندنج كولون طبعا اللي هو الكولون الصاعد. تمام الاسندنج كولون بيكون على الرايت سايد من الابدومينال كافيتي، وفي عندي الترانسفيرس كولون اللي هو اللي بالعرض الترانسفيرس كولون، وفي عندي descending، descending colon اللي هو الكولون النازل بيكون على left side، وفي عندنا هاي اللفة هذا الانحناء بنسميه sigmoid colon، وبعديها الريكتام اللي هو المستقيم، الريكتام اللي بنتهي بالانال كنال والانس. هلأ طبيعة اللارج انتستين كلها نفس الاشي، تمام؟ كيف يعني؟ يعني طبيعته انه هو عبارة عن تيوب او تراكت واحد بيعمل نفس الفانكشن، هو امتصاص الفلويدز زي ما انتم شايفين كأنه هو مخصر، تمام؟ معمول له مثل الطابات كله. تفضل بدك تاخذي حضور عشان لازم اطلع. اي لا مش رح اخذ. تمام يعطيك العافية. المحاضرة رح انزلها ريكورد دكتورة، يعني لو انت تخلص المحاضرة يعني لو انت بتخلص هلا بخلصها، هلا بعد ريكتم بخلصها. تمام هلا بنخلص هاي الصورة وبنخلص. هلا السيكم زي ما حكينا اول بارت باللارج انتستين وطلع منه الابندكس والاسندنج كولون والترانسفيرس، زي ما لاحظت انه هاي اللفة عندي اللي هي بين الانحناء بين الاسندنج والترانسفيرس بنسميها رايت كوليك، رايت كوليك فليكتشر. تمام يعني لو انا بسالكم عن هذا البارت في الامتحان تكتبوا لي اسمه رايت كوليك فليكتشر، والليفت سايد اسمه ليفت كوليك فليكتشر، وعندي هون السيجمويد كولون بيكون موجود بالليفت اليك فوسا زي ما انتم شايفين بهاي الصوره، السيجمويد بالليفت اليك فوسا والسيكم بالرايت اليك فوسا، والسيجمويد بتحول للريكتوم، الريكتوم بنزل بالبلفس وبفتح على الانس. تمام هلا اوكي احنا هيك خلصنا، بس نشوف هاي الصوره. طبعا هاي الصوره بتوضح لي السيكم من جوا، مكان ما بيفتح الانيوم على السيكم، اوكي بنسميها انيو سيكل فولد، انيو سيكل فولد، وهون عندي الابندكس. تمام في عندي باند طولية على طول اللارج انتستين بنسميها تينيا كولاي، بنسميها تينيا كولاي، هاي الباند اللي بالنص اسمها تينيا كولاي، وهاي الساكيوليشن الحويصلات اللي بتكون بيكون موجودة على طول اللارج انتستين بنسميها هوسترا، شايفينها اسمها هوسترا، هاي كل ساك فيهن اسمها هوسترا، اوكي؟ طبعا هاي عشان تخلي الفود يضل وقت اطول بالكولون ما يمشيش بسرعه. هذا اللي باللون الاصفر اللي بنشوفه بنسميها اومنتال ابندسز، اومنتال ابندسز هاي عباره عن بريتونيوم وبيكون ما عليه فات. بريتونيوم هي موجوده بس بالكولون، هاي الهوستا موجوده بس بالكولون، بالاسندنج كولون بالترانسفيرس بالديسندنج والسيجمويد، يعني مش موجودة لا بالسيكم ولا بالريكتم، هاي الابندسز موجودة بس على الكولون، عبارة عن اومنتم، عبارة عن بريتونيوم، بريتونيوم يعني عبارة عن أغشية وعليها فات، سميها ابندسز. تمام؟ ليش في عندي رايت كوليك فليكشر بيكون لور أو بيكون على مستوى بيكون على مستوى نور من الليفت كوليك؟ لأنه الرايت كوليك بيكون موجود هون عند الليفر على الرايت سايد، فالليفر كبير وبخلي الرايت كوليك فليكشر ينزل لتحت، بينما على الليفت سايد في عندي سبلين والسبلين بيكون عالي فبيوصل لمستوى أعلى. طبعا هاي الأورجز بتترتب وبتستغل كل المساحة داخل الأبدومينال كافيتي. أوكي إحنا هيك خلصنا تمام لحد الآن.
بشكل عام أخذنا شو يعني small intestine شو يعني large intestine. بضللني بالمحاضرة الجاية بدي أحكي عن الليفر. أوكي بدنا نحكي عن البنكرياس، بدنا نحكي عن السبلين الطحال، وبدنا نحكي عن البلاد سبلاي. البلاد سبلاي اللي حق لكل هاي الأورجانز، تم الأورجانز اللي بتغذي كل إشي. طبعا الإشي اللي أنا شرحته هو المطلوب، الإشي اللي ما شرحته مش مطلوب، والإشي اللي ما شرحته راح أشيله. تمام، بس راح أفرجيكم إياه قبل ما أشيله. كل هاي صور بتحكي على البلاد سبلاي، هاي صور بتحكي على البلاد سبلاي للستومك. البلاد سبلاي هاي صورة شفناها، شايفين سبلين وين؟ شايفين وين الليفلك؟ فليكشن ليش عالي؟ لأن سبلين عالي، ورايت كلك هون بيكون لتحت شوي بسبب وجود الليفر. ورا كل الأورجانز بشوف الكدني ورا هون، وبشوف البنكرياس ورا لأنهم ريترو بريتونيال أورجانز. تمام؟ بتمنى تكونوا فهمتوا. رح تنزلكم رح تنزلكم على المودل. التوبكس اللي بتضللني زي ما حكينا بالأبدومن هي الأكسسوري دايجستيف أورجانز والبلاد سبلاي، ونحكي شوي على السيرفس أناتومي. الأبدومن سهل وبسيط ومفروض يعني ما فيش فيه تعقيد، بس إنه نعرف إن ما بدنا ناخد هيستولوجي. هيستولوجي اللي هو طبيعة المسلز اللي بتكون ببطن الدايجستيف أورجانز، طبيعة التيشوز، طبيعة الأنسجة اللي بتكون عاملة لي هاي الأورجانز، هذا تاخدوه بالهيستولوجي. تمام، والفانكشن كيف بيشتغلوا هدول الأورجانز تاخدوه بالفيسيولوجي. فالأناتومي بيكون شوي سمبل، نشوف البلاد سبلاي. البلاد سبلاي شوي بده تركيز، وناخد بشكل عام كل أورجان وين بتكون حدوده وإيش بيكون فيه فيتشرز مهمة طالعة منه. تمام، فاللي شرحته اليوم هو مطلوب بس لحد الآن من الأبدومن، واللي بضللنا إن شاء الله أبسط من هيك. زي ما حكيت ما فيش أشياء كتير ما رح تنطلب منكم بالأبدومن. حدا عنده سؤال؟ بس دكتور أنا عندي معلومة إضافية بس. تفضل. الأبندكس دكتور في يعني دكتور حكى لنا إنه الأبندكس في إنه في دكتور حكى لنا إنه لما الإنسان بده يخرج بتروح نورمال فلورا تبعت شو اسمه الجسم أو البكتيريات اللي بالجسم الطبيعيات، فبتخزن جزء منها جوا هاي الأبندكس عشان تتعوض تتكاثر وتتعوض بالجسم عشان ما نخسرهاش. صحيح. النورمال فلورا هي البكتيريا اللي بتساعد بهضم الطعام، وهي كمان اللي بتنتج لي من مخلفات هضمها للفود تنتج البي 12، فيتامين البي 12. تمام، بتكون منتشره هي باللارج انتستين. وطبعا الفود اللي بدخل على الابندكس بكميات قليله او النورمال فلورا اللي بتكونها ممكن انها تصير لها حفظ كمان. في بضل عندي نسبه من النورمال فلورا بالكولون ما بتروح، بترجع بتتكاثر. في ناس كتير بياخذوا انتي بايوتكس، مضادات حيويه. هاي المضادات الحيويه اللي بناخذها بشكل غير متحكم فيه بتقتل النورمال فلورا. فالناس اللي بتكونوا ياخذوا انتي بايوتكس كتير بصير في عندهم نقص بالبي 12. تمام، عشان هيك نقص البي 12 بيقضي ناتج عن موت النورمال فلورا بسبب يعني هي بكتيريا بالنهايه. انتي بايوتكس اللي بناخذها بتقتل البكتيريا المفيده هاي، وبصير في عندي نقص في انتاج البي 12، بصير في عندنا نقص في فيتامين البي 12 اللي في له مؤثرات كبيره سواء كان على البرودكشن للار بي سيز او على الحاله العصبيه. تمام، يعني على الفانكشن للنيورونز بالجسم. شكرا دكتور، الله يعافيكم، واتمنى تكونوا فهمتوا بعض الاشياء. نحاول احنا نحاول نتحدى الواقع ونحاول نستفيد شوي من خلال الزوم، بس بوعدكم ما رح نطلع من الأبدومن إلا يكون كل إشي واضح لإلكم. وأنا بدي أكون ماشي معاكم عشان نمشي شوي مع دكتوركم النظر وتكونوا فاهمين المادة ككل. رح أخفف عليكم الأبدومن إن شاء الله، لأنه إحنا ندخل بالبلبس ونحاول نتخلص بشكل أسرع. تمام؟ دكتورة؟ إيه؟ دكتورة؟ تفضلي. نزل سلايد ذات بعد ما يحذف منهم الاشياء المحذوفه ونزلين هلا حاليا هلا راح اعدل عليهم خلال هاي الليله وابعت لكم اياهم، وريكورد راح ابعت لكم اياه. تمام دكتور، احذف هذول المجات بالزاج والخط الجداد. تمام اكيد ان شاء الله. يعطيك العافيه.
يلا يعطيكم العافية جميعا، أشوفكم بخير. مع السلامة.